الصوتكم تاعنا اليوم نحسوا نشط تصفيقة حارة على رواحكم. مرحبا بالسادة المتفرجين اللي تبعوا فينا في عبدلي شو تايم. مرحبا بيا أنا في البرنامج متاعي، مرحبا بخولة هكا منظمة روحها ودنيا مقسمة ودنيا ومحمرة، ومرحبا بقمرة باند. الشعب التونسي كان يشتح مع بوب مارلي في نو وومن نو كراي. المشكله اللي صارت اليوم مع الاماراتيه واللي نشتحوا على نو وومن نو فلاي. النوفلاي صارت مشكلة ليامات مع الإماراتية ومع المرأة التونسية، مشكلة حساسة برشا باش نحكيو عليها برجولية. قبل ما نحكي على المشكلة هذه برجولية، نحب نقول حاجة. كي سمعوني عباد عملت سكيتش باش نحضره ويتعدى في عبدلي شو تايم باش يحكي على الإماراتية والمرأة التونسية. الجالية التونسية بعثولي من برا، كلموني سيريزمون في التليفونات وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام، قالوا لطفي برجولية نعرفوك باش تعمل سكتش كاسح شوية، سيسنا أقرن حسابنا، رانا نعيشوا غاديكا ومتغربين والدنيا مازالت تصعب علينا الأمور. نحب نقول لهم والله قريت لكم حسابكم ورعيت لكم ظروفكم، مانيش باش نقول السكتشوات نتاعي الكل أكل خايبين والكاسحين اللي يوجعوا باش نحيهم والله على خاطركم، لكن زادة ما نجمش ما نتكلمش على الإهانة اللي صارت للمرأة التونسية باش نموتوا بقلوبنا نترشقوا. صاحبي خلينا نشوفوا صار بالضبط. العباد فما عباد تعرف عباد ما تعرفش. ناس حبت تسافر مشاو للمطار باش يطلعوا في الإماراتية كي العادة، نساء ورجال مشاو باش يمشيوا لدبي. جاو طلعوا الرجال وقالوا لهم نساء توانسة ما عندهمش الحق يدخلوا لدبي يطلعوا في الطيارة. توانسة تغشوا، فما برشا عباد اعتبروها إهانة، المرأة التونسية تهانت، الصحافة كتبت، الجزيرية كتبوا، الليبية كتبوا، الفرنسيس كتبوا، الناس كل الفيسبوك الدنيا تقلبت والعباد تغشت كيفاش نحن بلاد وما نتهانوش والمرأة متاعنا ما تتهانش. كي جينا نتبعوا في الخبر سمعنا برشا فيرسيونات. آخر فيرسيون أوفيسيال سمعناها اللي قال لك الإمارات المخابرات متاعهم وصل لهم اللي فما مرأة تونسية إرهابية باش ترشق روحها في الطيارة. أنا خبر ظهر لي لابس شورت متاع مماتو يا صاحب. مرأة تونسية طالعة في الطيارة باش ترشق روحها، معناها مطار كامل وسكيورتي وخارجية وداخلية. مرأة هذه الطيارة متاعنا عليه في المحطة متاع باب العليوة صاحبي مع اللواجات، عنا نقل جماعي يا صاحبتي حتى في المحطة متاع باب العليوة. حتى المحطة متاع باب العليوة تتعدى بالدجاجة ماش عربي يطيحوك يا صاحبي. وربي خل نشوفوا شنو المطار متاعنا ساعة مش كيفاش مرأة تتعدى بقنبلة ما يفيق بها حد شيء. مرأة متعدية بقنبلة الكلها ملغمة دخلت، ديجا التاكسي اللي تمشي فيها بالمطار يصب بيك ثلاثة مرات ويعرفش عندك في الفليجة ويعرفك ايش لابس وين تسكن وين تشكون. انت هبطت المطار توانسة الكل تكحر لك سجين معاك الصف، دخلت تلقى بوليس تكحر لك، وبعد تلقى كل ماكينة تعدى فيها ديتكتور دو ميتو، وبعد تلقى ماكينة أخرى تحط فيها الفليجة متاعك وكلها كاميراوات وبالانفراروج. تعديتش يضرب الميتو، تعديت فما البوليس لوجك، وبعد فما الحرس يلوجك، وبعد ديواني، وبعد يتشمهوا عليك ويقعدوا يقحروا لك. دخلت المطار توانسة الكل قاعدة تشامي عليك هذاك شكون وولد فلان ونعرفوك كيف تضرب وراخ وغاديك. انت فت باش تلقى حرس وباش تلقى ديوان وبعد باش تلقى بوليسي اخرين وبعد باش تلقى السبابة اللي هما اكثر من الذوم الكل. تعديت تعديتي على السبابة المطار الكل بيكروات والكل كاميراوات وتليفونات وسيلفيات يا صاحبي، سيلفي على سيلفي يطيحوك انت شكون. كملش السيلفيات فما الديوانة الثانية، الديوانة الثانية تتعدى تلقى فيش دو بوليس تكتبها، وبعد البوليس بيدو بتاع الديوانة يغزر لك فيش دو بوليس، يعاود يغزر لك يغزر فيش دو بوليس وسيعديك الأورديناتور وجبد حتى لا ديان متاعك ودم وشكليت البارح.
كملت الديوان هذيك تلقى ديوان يلوجوا قداش عندك فلوس يعاود يلوجوك. بعد عندك الكلاب اللي يشموا، عندنا كلاب ديجا يشموا اكثر من لازم، هذوكم عديهم تحليل. وبعد الكلب هذاك اللي يشم يا خويا يعطينا فاش يشم، بالك يشم في الكوكايين، وكان شم اكثر من 2 غرامات عديه لي ليميسيون تاعي، خلنا نعرفوه بالك شي يسهر ويغني في الكباريات ولا شي يعمل الكلب هذاك. وبعد والله اللي نحكي فيها ذا اللي يصير لك في المطار. وبعد كملت عديت كلب ديوان الاولين، تتعدى على الديوان الثالث، وبعد تتعدى على الصفك اللي زقزق يدوخك ما وصلت الا ما تقول الحقيقه. بعد تلقى ديواني اخر ولا امراه انت وزهرك يقول لك نحي صباتك، نحي كلاستك، نحي حواجك، ونحي بعد على روحك، هذيك بلاد حره انت وامك. نحيتش هذوكم، حطيتهم فك البان وحطيت فليجه نتاعك، تتعدى على السكانير الاولاني، وبعد تتعدى على امراه تلوجك. هذا الكل صاحبي عندك قنبله مش لق بيك حتى حد، بلكش عنده قاش شارب البن وباش يمشي يسيبها في الطياره صح. وباخ نشوفوا بلكش تخيلوا المطار نتاعنا، فهمتوا؟ شفتوا المطار، شفتوا التقنيات، شفتوا الفلوس، شفتوا الداخليه، شفتوا الكاميرات اللي عندنا. بلكش تخيلوا عندنا بطحه فيها 4 كباش و6 جموله ومعزه، والديواني نتاعنا لابس جبه وشدد نايت، الديواني نتاعنا نيجي ساعه. هنشوفوا المرأة متاعنا ذي اللي يقولوا توهان، المرأة متاعنا ما توهانش، خاطر المرأة مثقفة، المرأة مناضلة، المرأة حاربت الفرنسيس، جابت الاستقلال لتونس، ربت ولادها، حفظ القرآن، المرأة متاعنا أول وزيرة، المرأة متاعنا أول مرأة سيقت الطيارة، المرأة متاعنا شامبيون أولمبيك، المرأة متاعنا نجموا نقعدوا نحكيوا عليها سويع وسويع وما نخلتوش. هذه المرأة متاعنا يا صاحبي، أمي، أمك، أختي، أختك اللي تشرفنا في العالم الكل. المرأة متاعنا فنانة، المرأة متاعنا متألقة في السينما، متألقة في العالم الكل، شبابة منكا، المرأة متاعنا تتفرجوا فيها في السينما العالمية، هذه المرأة التونسية ومازلنا ما كملناش. لكن 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 خلينا نشوفوا المرأة متاعنا كي ما مشاتش الإمارات ولدبي مناش تحرمت. تحرمت من برشا حاجات، لأن فهمت علاش ما فهموناش، مناش فرد جو، مناش فرد ثقافة. المرأة متاعنا ساعة كي ما مشاتش لدبي هاي مناش تحرمت في تونس، خاطر جونا هاو المزود متاعنا، هاو الجو متاعنا. شفتوا لورا متاعنا اش خليت في تونس؟ هاو جوهم او اقوى مزود عندهم. المرأة متاعنا مزيانة علاش؟ خاطر رجلها وخوها وبوها مزيان، خليت أشب واحد في تونس أهو ظافر العابدين. هذا أشب واحد عنا في تونس بشهادة التوانسة بشهادة الجميع، أشب واحد عندهم غادي، وهذا بشهادتهم هما من كذبهم، مش قالوا أكبر رجل وسيم، قلنا لهم ارحم والديكم. المرأة متاعنا كي تخلي تونس اش تخلي؟ تخلي الاثار، تخلي كرطاج، تخلي الحلفاوين، تخلي باب سويقه، تخلي سيدي بوسعيد، تخلي جابس، تخلي دقه، تخلي التوزر، تخلي القروان، تخلي صفاقس، تخلي الشمال، تخلي تونس المزيانه، وتمشي لغادي باش تلقى 4 بلاصات مغروسين في الرمل يا صاحبي، تقول كعبه ككي. وبرشا تو قاعدين يتفرجوا فيا ويقولوا تو شنو لطفي العبدلي هذا؟ شكون لطفي العبدلي هذا المهرج المنشط يتطاول على الامارات؟ استنى ساعه خلينا نحكيوا على الامارات، قداش عمرها الامارات؟ يعني اكبر منها بشهر. عام 71 الزوز اكبر منها بشهر. نورمالمون الامارات كي تغزر لي في عينيه تهبط عينيها تخاف، ايجا الامارات تتكيف قدامي برا شد بيت. تي الرئيس نتاعنا اكبر من الامارات ب7 8 مرات، جي بنت بنت بنت. جي بنت بنت بنت. وهما كي تسالهم تقول لهم اش عندكم في الامارات؟ يقول لك عندنا الشيخ زايد. شنو هو الشيخ زايد؟ مسدين في الشيخ زايد؟ تي عندنا 2 شيوخ زايدين وساكتين. وبصراحة قبل ما نكملوا نحب نقول كلمة بالحق، الحكاية ما هيش حكاية شعوب في بعضها، الحكاية سياسية. نحن الشعوب في بعضنا، تونس والإمارات وتزاير كشعوب نحبوا بعضنا، ما عندنا حتى مشكلة وندافعوا على بعضنا، نحن مسلمين وتوانسة وعرب. المشكلة سياسية، يا سياسيين متاع تونس ومتاع الإمارات ومتاع قطر ومتاع غيره، عندكم مشكلة في بعضكم حلوها سياسيين، وخلينا نحن نزوا ولا نحبوا نعيشوا على رواحنا. وقبل ما نتعداو للفاصل
رقصت لنا كندا يلا شيب العاشا شا 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 شيب العاشا.